مستجدين بحلقة جديدة من بزنس ماي، المجلة الاقتصادية اللي بنقدم لكم إياها كل أحد مع باقة من الأرقام والأخبار الاقتصادية. في بزنس ماج لهذه الحلقة رح نتابع عدة مواضيع اقتصادية من لبنان لدبي ثم تركيا والأردن مرورا بأمريكا وصولا لألمانيا والصين. أما العناوين لهالحلقة: الدين العام في لبنان إلى 57.7 مليار دولار أمريكي، مليارات الربيع العربي تستثمر في دبي، السيارات التركية إلى أمريكا قريبا، وعملاق في سماء أمريكا، وأيضا في عالم الإنترنت ما هو الموقع المفضل لدى الجماهير؟ نبدأ أخبارنا المحلية مع خبر بخص الإعلانات بلبنان، فمن بعد تراجع بنسبة 3% عام 2011 ونسب نمو بلغت 15.4% بعام 2010 و 18.5% بعام 2009، أشار المسح السنوي للسوق الإعلانية بالعالم العربي اللي أجرته مجلة عرب آتس وشركة الأحصاءات إبسوستات أن الإنفاق الإعلاني الحقيقي بلبنان بلغ 182 مليون دولار بنسبة بلغت 4.5% عن 174 مليون دولار بعام 2011. أما إذا بدنا نعرف مين وسائل الإعلان حصل على الحصة الأكبر من الإعلانات، فمنلاحظ أن التلفزيون حصل على نسبة 32% من إجمالي الإنفاق الإعلاني أو ما يوازي 71 مليون دولار، اللوحات الإعلانية على 23.6% أو 43 مليون دولار، الصحف حصلت على 18% أو نحو 33 مليون دولار، والمجلات على 8.8% أو نحو 16 مليون دولار، ومحطات الراديو حصلت على 7.4% أو ما يعادل 13 مليون ونصف المليون دولار. الإنترنت حصلت من الإعلانات على 2.5% أو نحو 4.5 مليون دولار، والسينما على 0.5% أو ما يعادل مليون دولار أمريكي. وبحسب موقع النهار نت، احتفظت اللوحات الإعلانية بالمركز الثاني بسوق الإعلانات، وهالشي رغم الانخفاض بالإنفاق اللي عانت منه بسبب صدور قرار من وزارة الداخلية بيقضي بإعادة تنظيم اللوحات الإعلانية بلبنان. وأظهرت الدراسة أنه شركة سولفت كانت أكثر الشركات إنفاقاً على الإعلانات بلبنان، من بعدها شركة ترانسمن، بعدين وراها إجت شركة خليل فتال وأولادها، ومن بعده نسلة، ثم شركات لوريال، زين الأتات، بانك ميد، أبيراميا أخوان، فينشنتي إفيس، ومؤسسة ميشيل نجار. خبرنا الثاني بهم عدد كبير من اللبنانية لأنه بخص الدين العام، حيث بتظهر إحصاءات جمعية المصارف بلبنان ووزارة المال أيضا نمو شهري بالدين الإجمالي ب 134 مليون دولار خلال الكانون الأول من العام 2012 ل 57 مليار و 690 مليون دولار من 57 مليار و 550 خلال شهر تشرين الثاني. أما على صعيد سنوي فارتفع الدين الإجمالي بنسبة 7.52% من 53.65 مليار دولار بنهاية عام 2011، وبلغت حصة الدين الداخلي 57.7% من إجمالي الدين العام، في حين شكلت حصة الدين الخارجي 42.3%. وبالتفاصيل، تراجع صافي الدين الداخلي بنسبة 2.2% على صعيد شهري، في حين تطور هالأخير بنسبة 1.74% على صعيد سنوي ل 33 مليار و 300 مليون دولار مع نهاية العام الماضي. من ناحية تانية، سجل الدين الخارجي زيادة شهرية بلغت 3.74% ونمو سنوي بنسبة 16.55% ل 24 مليار و 400 مليون دولار أمريكي. وبهالإطار بلغت ودائع القطاع العام 8.57 مليار دولار، مع تسجيل ارتفاع بصافي الدين العام بنسبة 5.93% على صعيد سنوي ل 49.12 مليار دولار، تجد الإشارة لأنه صافي الدين العام حقق متوسط ارتفاع شهري بلغ 0.5% خلال عام 2012 مقابل متوسط ارتفاع شهري بلغ 0.28% خلال عام 2011. أقامت شركة الشاحنات الإيطالية العالمية إيفيكو الممثلة بمدير العام الإقليمي فابريزيو كوردوني بالتعاون مع وكلاء المعتمدين بلبنان والمنطقة، وهن مجموعة أوماترا الشرق الأوسط ممثلة بمدير العام الأولى تويني، مؤتمر الإقليمي الأول للشركة من نوعه في لبنان لأهمية موقعه كصلة وصل مشتركة بين دول المنطقة. وخلال المؤتمر تم الكشف عن خطة عمل جديدة لسنة 2013 بتهدف لدعم سوق النقل التجاري والصناعي بالمنطقة من قبل الشركة المصنعة بشاحنات وفانات نقل حديثة
الابتكار ومصممة خصيصا لأسواق وطرقات الشرق الأوسط ومنها لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشرائية لمستخدمي هذه الآليات. بزنس ماج لبت دعوة أوماترا لحضور المؤتمر، وكان لنا الحديث حصري لبرنامجنا مع السيدين كوردوني وتويني. شركة فيات جروب بتملك اليوم شركة إيفيكو للي هي للشاحنات والبساط، ومحركات الديزل اللي بتطلع تحت اسم اللي بتنتج تحت اسم فيات باور ترين. Iveco is producing trucks in Europe. We are producing trucks in China. We are producing in Australia, in South America, everywhere. And we have maybe one of the biggest lineup in the trucks, starting from the very small light commercial vehicles up to the biggest trucks for dumpers and mining application. Particularly in the region, I have to say that we are collaborating with the Omatra Group since 1977. Maybe Omatra is our oldest partners, because if you consider that Iveco was created in 1975, so from 1977 Omatra is representing Iveco in Lebanon, in Egypt, in Saudi Arabia. In these three particular countries, we have a very nice market share, but we are willing to get the leadership in the next by 2014-2015. شركة أوماترا هي شركة رائدة بعالم الشاحنات، موجودة أكيد بلبنان، ويمكن بتشوفوا منتجاتنا بلبنان بكل مكان، مع الأطفاء، مع الأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة، مع الجيش اللبناني، مع وزارة الداخلية. Despite the political instability of the region, we are succeeding every year in increasing our market shares, increasing our sales, thanks to the fact that our products are perfectly matching with the client requirement in the region, where they are looking for a reliable brand, European brand, but with the trucks which can match perfectly the requirement of the clients. يعني ما تنسى الأحداث الأليمة اللي عم بتصير بسوريا مؤثرة جدا على الوضع بلبنان. يعني أهم شيء أنه نتيجتنا ب 2012 ما فيها خسائر، فيها أرباح بسيطة جدا بس ما فيها خسائر، يعني الحمد لله كانت معقولة. يعني ننتظر أنه 2013 تكون أحسن، وإن شاء الله إذا انفرج الوضع بسوريا بصير وضعنا كذلك أحسن، لأنه الحقيقة تكبدنا خسائر بسوريا تكبدنا خسائر جامدة. يعني أما بالوضع بمصر، الوضع بمصر في يعني توتر سياسي. للي نحن مضايقنا أكثر شيء بمصر هو ضعف القوة الشرائية للمواطن المصري. يعني في انزلاق بقيمة، انخفاض بقيمة الجنيه تجاه العملات الأجنبية. يعني الانخفاض تقريبا من أول السنة الماضية لليوم أكثر من 17%. تواجدنا مثلا بالمملكة العربية السعودية تواجد عريق من زمان، عندنا أكثر من 10 فروع بالمملكة، بالمدن الأساسية تبع المملكة، وعم نحقق أرقام كويسة جدا. بال 2012 حققنا رقم مبيعات ممتاز جدا، يعني فاق ال 2011 بتقريبا 17%. كان عندنا معدل نمو عن 2011 17%، يعني الفارق الإيجابي. وبنعتقد أنه بال 2013 حنحافظ على فارق تاني بين 17-20% حسب الميزانية التقديرية اللي انعملت للشركة. Just to give you some figures, 2011 Iveco sold in the region roughly 7,000 vehicles, and 2012 we sold more than 15,000 vehicles, so more than the double. Africa and Middle East. And next year we are willing to sell the double. So next year we are willing to sell 30,000 units. So this is an incredible jump. واليوم نحن إن شاء الله أقوى سوق وأكبر مصدر أوماترا للمعدات شاحنات من إيطاليا ومن إسبانيا ومن ألمانيا، من شركة إيفيكو، من مصانع شركة إيفيكو للمناطق العربية. مرة ثانية برحب فيكم مشاهدينا وبرنامج بزنس ماج، مجلتنا الاقتصادية الأسبوعية، وبانتقالنا لأخبارنا الإقليمية
منروح للإمارات، حيث قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي أن الإمارات استقطبت نحو 8 مليار و200 مليون دولار من الاستثمارات من دول الربيع العربي، لكنه أكد أن الإمارات استثمرت هي أكثر من هالمبالغ بكثير من هالدول العربية، وبتجتذب الإمارات العربية المتحدة الكثير من الاستثمارات خصوصا من دول الربيع العربي نظرا للشيء اللي بتتمتع فيه من استقرار سياسي وأمني، وكذلك وضع دبي كمركز عالمي لأنشطة الشركات. وبحسب العربية نت، أشار الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال حوار بالقمة الحكومية الأولى بدبي إلى أنه طموحه أنه يقدر المواطن إنهاء جميع معاملاته عن طريق الموبايل. وتناولت الجلسة رؤية رئيس الحكومة لمسيرة الحكومة بالفترة المقبلة وأهم مبادئ القيادة الحكومية يلي بتبنيها، وصولا لتحقيق رؤية عام 2021 اللي أطلقها قبل حوالي 3 سنوات بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم. منكمل أخبارنا مع دبي. دبي مول يلي يعد أكبر وجهات التسوق والترفيه بالعالم وطورته شركة إعمار العقارية، حقق إنجاز عالمي جديد باستقباله 65 مليون زائر خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 20% بالمقارنة بالعام 2011. كما ارتفعت مبيعات التجزئة ضمن مختلف المتاجر بالمركز العام الماضي بنسبة 24% بالمقارنة بالعام السابق. وكشف رئيس مجلس إدارة أعمار العقارية أن الشركة رح تقوم بعمليات توسعة على دبي مول عبر إضافة 1 مليون قدم مربع لمساحته الأصلية، بتضمن مجموعة غير مسبوقة من العناصر التجارية والسكنية ومرافق الضيافة ذات المستوى العالمي، لتوصل مساحته الإجمالية ل 13 مليون قدم مربع. وقالت شركة أعمار العقارية أن دبي مول تجاوز بأشواط واسعة الأرقام المسجلة بنخبة من أشهر مراكز التسوق والترفيه بمختلف أنحاء العالم، مما بيسلط الضوء على المكان الاستثنائي اللي بتحظى فيها مدينة دبي كمحور عالمي رئيسي بقطاعات السياحة والتجارة، تجارة التجزئة والأعمال. وأضافت إدارة أعمار العقارية أنه عدد زوار دبي مول تخطى بكتير أعداد السياح اللي توافدوا سنوياً لمدينة نيويورك ومدينة لوس أنجلوس، اللي بلغ عددهم 52 مليون و 41 مليون على التوالي خلال العام الماضي. نوصل لفقرة المشرق ببزنس ماج مع مجموعة أخبار اقتصادية من دول المنطقة تم إعدادها بالتعاون مع بنك ماند ومات سيكريتيز. ومنبدأ من تركيا يلي ما عم بتغيب عن الرادار الاقتصادي ببزنس ماج نظرا لحجمها الاقتصادي بمنطقة المشرق. الخبر الأول من تركيا بيتعلق بصناعة السيارات. يلي بتابع بزنس ماج بتذكر أنه سبق وحكينا عن مشاريع كبيرة لمرسيدس بنز الألمانية بتركيا، واليوم منحكي عن الصانع الإيطالي فيات عبر شراكته مع الصانع التركي توفاس ترك أوتوموبيل فابريكاسي. فيات وشركة تركي توفاس كشفوا عن موديلين جديد رح بيتم إطلاقهم بالعام 2015، وهالشي رح بيرفع الإنتاج بمصانع الشركة بتركيا إلى 400 ألف سيارة بالسنة. والأبرز بالموضوع هو إعلان الصانع التركي عن البدء بتصدير السيارات التركية إلى أمريكا ابتداء من نهاية عام 2014. حاليا بتصدر الشركة التركية توفاس سيارات إلى أكثر من 80 دولة، ورح تكون البداية بالأسواق الأمريكية والكندية بأواخر عام 2014 مع موديل دوبلو، بعد أنه يتم تجهيزه ليتماشى مع المعايير السوق الأمريكية، ورح يتم بيعه تحت اسم كرايزلر رام. وهون منشوف عبير الدور يلي عم تلعبه فيات الإيطالية يلي بتملك كرايزلر الأمريكية، وبالتالي متواجدة بالسوق الأمريكية، كيف عم تستفيد من اختراقها للأسواق الأمريكية لتسويق سياراتها المصنوعة بتركيا. رئيس شركة توفاس التركية أعلن أنه راح بيصدروا 20,000 سيارة لأمريكا سنوياً، علماً أنه توفاس عندها 13.2% من سوق السيارات بتركيا، كما أنه أرباحها راح لسنة 2012 بلغت 252.6 مليون دولار أمريكي. من كفي جولتنا الاقتصادية المشرقية ومن تركيا للأردن، حيث تم الإعلان عن بدء تشغيل الجزء الأول من مطار الملكة علياء الجديد ب 21 آذار المقبل رح بيصير، ومع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع الشهر المقبل بيرفع الأردن القدرة الاستيعابية من 3.5 مليون مسافر سنويا إلى 9 مليون مسافر سنويا، ومن ثم إلى 12 مليون مسافر سنويا بعد استكمال المطار الجديد بالكامل.
بناء مطار الملكة عليا الجديد بتقوم فيه مجموعة Airport International Group بقيادة شركة Invest AD من أبو ظبي، واللي بتملك حصة 38% بالمشروع، إلى جانب الشركة الكويتية Noor Financial Investment Company يلي بتملك 24% من المشروع. إشارة إلى أنه بناء مطار الملكة علياء الجديد في عمان رسى على مجموعة AIG بعقد BOT، أي بناء تشغيل ونقل الملكية بعد فترة 25 سنة، وبكلفة إجمالية بتبلغ 850 مليون دولار أمريكي. نشير باسل إلى أن المطار الجديد بيشكل عنصر أساسي للمملكة الأردنية الهاشمية يلي عم تسعى لزيادة مداخيل السياحة يلي بتشكل جزء أساسي من الاقتصاد الأردني مع مداخيل بلغت 3.47 مليار دولار للعام 2012. نترك الأردن ومنرجع مباشرة إلى لبنان ومشروع جديد وكبير لودن بيكري يلي عم تسعى للتوسع عبر إنشاء معمل جديد بشكة، ويلي من المنتظر أنه يدخل خط الإنتاج بنهاية العام 2014. خط الانتاج الجديد بيهدف الى تلبية الطلب المتزايد بشمال لبنان حسب ما اعلن اسعد ابو حبيب مدير الانتاج واحد اصحاب بودن بيكري. اما قيمة الاستثمار بالمعمل الجديد فبتبلغ 35 مليون دولار. وبالتفاصيل، المعمل الجديد لودن بيكري بشكة بيقوم على مساحة 20 الف متر مربع مع قدرة انتاج بتساوي انتاج معمل انطلياس، اي 100 الف ربطة خبز عربي يوميا. ومن المتوقع ايضا انه يخلق معمل شكة 600 فرصة عمل. ودن بيكري بتسعى ايضا للتوسع خارج لبنان عبر مشروع جديد بتركيا، ويلي من المنتظر انه ينطلق خلال عام 2013. وبهالسياق صرح ابو حبيب انه ودن بيكري بتركيا رح تعتمد نفس النموذج اللبناني يلي بيقدم الخبز العربي الى جانب الخبز والمعجنات على الطريقه الفرنسيه، بتبلغ قيمه الاستثمار بتركيا 4 مليون دولار. الجدير بالذكر انه الحكومه التركيه قدمت ارض بمساحه 30 الف متر مربع لمدة 30 سنة، أي وأيضا دون مقابل، إشارة إلى أن وودن بيكري مملوكة من أدوار أبو حبيب وأولاده، واشتهرت الشركة ببيع الرخص أو الفرنشايز بلبنان، ويلي بيبلغ عددها خلال السنة الحالية 30 فرع مرخص بالمناطق اللبنانية. مرة جديدة منرحب فيكم. نوصل لخبر بخص موقع التواصل الاجتماعي الأبرز، حيث أظهرت آخر البيانات الصادرة عن مؤسسة كومسكول للإحصاءات أنه فيسبوك هو أكثر موقع الإنترنت زيارة حول العالم بمعدل 837 مليون زائر شهرياً، بيتبعه محرك البحث جوجل ب 783 مليون، واحتل موقع يوتيوب المركز الثالث بمعدل 722 مليون زائر، من وراء موقع ياهو الرابع ب 469.9 مليون، واحتلت موسوعة ويكيبيديا المركز الخامس بمعدل 469.6 مليون زائر. وكانت خمسة من المواقع الصينية ضمن المراكز العشرين الأولى، حيث احتل محركا البحث الصينيان QQ.com وبيدو.com المركزين الأول والثاني صينياً، والسابع والتاسع كأكثر المواقع زيارة عالمياً بمعدل 284 و269 مليون زائر شهرياً على التوالي. وبحسب موقع العربية نت، احتلت خدمة البريد الإلكتروني live.com من مايكروسوفت المركز السادس بمعدل 390 مليون زائر، ثم محرك QQ.com الصيني، ثم موقع microsoft.com ب 272 مليون زائر، من وراء محرك البحث الصيني baidu.com. واجا موقع msn.com بالمركز العاشر بمعدل 254 مليون زائر. من عالم الانترنت لعالم الطيران، فقد اعلنت شركة الخطوط الجوية الامريكية US Airways اندماجها مع شركة American Airlines بصفقة بتقارب قيمتها 11 مليار دولار بخطوة رح تخلق اكبر شركة طيران بالعالم. وبرسالة الى عملائها، اعلنت شركة American Airlines انها اشتغلت لسنتين تقريبا على بناء اساس قوي بتحويل اسطولة لاكبر الطائرات بتاريخ، ورح تحتفظ American Airlines باسمها بعملية الدمج. أما عدد الموظفين يلي رح يشتغلوا بالشركة الجديدة المندمجة، فعددهم رح بيكون 94 ألف موظف، وبيتوزعوا على أسطول من الطائرات بيبلغ أكثر من 900 طائرة تقوم بألاف الرحلات الجوية يوميا. وللتذكير عبير، كانت الخطوط الجوية الأمريكية American Airlines أعلنت إفلاسها بعام 2004،
ولكن أجرت عملية إعادة هيكلة وانتهت منها عام 2005. وبتمثل عملية الدمج بين الشركتين أحدث خطوة من نوعها بمجال صناعة الطيران بالولايات المتحدة بالعشر سنوات الماضية، وتركت بذلك أربع شركات طيران أخرى بالبلد هي أمريكان، دلتا، يونايتد وساوث ويست. وبيبقى لتسري عملية الدمج موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية الأمريكية والقاضي المسؤول عن عملية إفلاس شركة أمريكان إيرلاينز. لما أطلقت شركة أبل اسم آيفون على هاتفها الذكي، ما كانت بتتوقع أنه تجي الشركة بعد كم سنة وتطلب منها تعويض أنه الاسم ملكها إلها، ويمكن كانت بتعرف وفكرت أنه تحل القصة بتعويض. الخبرية هون أنه المعهد البرازيلي للملكية الفكرية قضى بأنه شركة أبل ما بتملك الحقوق الحصرية لاسم آيفون بالبرازيل، وهو الاسم المملوك للشركة البرازيلية جراديانتي إلكترونيكا. وكانت الشركة البرازيلية العاملة بمجال الإلكترونيات سجلت اسم آيفون بعام 2000، أي قبل 7 سنوات من إطلاق الشركة الأمريكية لأول إصدارات سلسلة هواتف الذكية. وقرر المعهد البرازيلي عدم أحقية أبل باستخدام الاسم للهواتف فقط، وأن الشركة الأمريكية حق باستخدام الاسم بأي من المنتجات الأخرى. كما أن المعهد ما منع شركة أبل من طرح هاتفها بنفس الاسم آيفون بالسوق البرازيلي، لكن بالوقت نفسه أعطى الحق للشركة المالكة لحقوق الملكية الفكرية بمقاضاة نظيرتها الأمريكية في حال قيامها بذلك. السوق البرازيلي يعد الأكبر بين أسواق أمريكا اللاتينية، لذلك قد تلجأ أبل للحلول الودية مع الشركة البرازيلية اللي بتملك حقوق الاسم، خاصة وأن رئيس الشركة جراديانتي إلكترونيكا سبق وصرح لوكالة بلومبرج الإخبارية أنه على استعداد للتحاور حول حقوق اسم آيفون. هالشي تعرضت له أبل زمان حول حقوق اسم حاسبة اللوحي الآيباد بالصين، ووقتها طلبت الشركة المالكة للاسم 400 مليون دولار أمريكي للتخلي عن حقوقه، ولكن بنهاية المفاوضات بين الشركتين تم تسوية الأمر أو الموقف بشراء الشركة الأمريكية لحقوق اسم آيباد مقابل 60 مليون دولار أمريكي. يذكر أن الشركة البرازيلية جراديانتي إلكترونيكا عم تطرح هواتف ذكية باسم آيفون بالسوق البرازيلي، وتعمل تلك الهواتف بنظام تشغيل جوجل أندرويد يلي يعد المنافس الأكبر لنظام تشغيل iOS اللي بتصنعه أبل. خبرنا هلا بخص عالم السيارات، حيث قالت شركة داينر الألمانية لصناعة السيارات أنه أرباحها الصافية زادت بنسبة 8% فبلغت 6 مليار و495 مليار يورو بعام 2012. وقال المدير التنفيذي للشركة أنه العام المالي الماضي كان قوي بالنسبة لدايملر، حيث حققت الشركة رقم قياسي بعدد السيارات المباعة وأيضا بالعوائد بالنسبة للمجموعة ولسيارات مرسيدس بنز، وزادت عوائد الشركة بنسبة 7% فبلغت 114 مليار و300 مليون يورو، وبيعت الشركة 2,200,000 سيارة بكافة أنحاء العالم، وهالشي بيمثل زيادة بالمبيعات بنسبة 4%. وتوقعت الشركة أنه تستقر أرباحها هالعام، وقالت ببيان أنه من المتوقع أنه تتحسن الأرباح بالنصف الثاني من عام 2013 بالمقارنة مع النصف الأول منه. بمنافسة الاقتصادات العالمية لتربع عرش الصدارة مننهي حلقتنا، حيث من المرجح أنه تصبح الصين أكبر قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2017 متخطية الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأكبر بالعالم حاليا حسب ما أظهر أحد التقارير الحديثة. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن برايس ووترهاوس كوبرز أنه الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس القوة الشرائية رح يوصل ل 20 تريليون دولار بحلول عام 2017، وهيك رح بيتجاوز نظيره الأمريكي. وتوقع التقرير أنه بحلول العام 2030 أكبر 3 اقتصادات بالعالم على أساس القوة الشرائية رح تشمل الصين، حيث بيتوقع أنه يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 30 تريليون دولار، تليها الولايات المتحدة ب 23 تقريبا 23 تريليون، ثم الهند ب 13 تريليون دولار فاصلة 7. وتوقع التقرير كمان أنه تتراجع اليابان من المركز الثالث حاليا للمركز الرابع بناتج محلي إجمالي قدره 5.8 تريليون دولار. هيدا كان كل شيء بحلقة بزنس ماج، منشوفكم الحلقة الجاية. ما تنسوا بزنس ماج كل أحد الساعة 11 مساء، وبينعاد التنين الساعة 2، أرقام عن أرقام تفرق بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. منشوفكم الأسبوع المقبل.